السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين على القسم 2-7 الدفع للصف 12 متقدم مجلد 3 منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2017-2018. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. ردد التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. هي المسألة باللغة الإنجليزية لمن يرغب. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة. طبعا المسألة لازم تنقرأ مرتين ثلاثة قبل ما تبدأ بالحل عشان تفهم معطياتها. يثب اللاعب المهاجم الذي يبلغ كتلته أو تبلغ كتلته إلى الأمام مباشرة نحو خط منطقة النهاية بسرعة مقدارها بيو تساوي 6.50 متر لكل ثانية. يمسك اللاعب الظهير الذي تبلغ كتلته 115 كيلو جرام اللاعب المهاجم ويبذل قوة بمقدار 900 نيوتن في الاتجاه المعاكس. حطيت F سالب، اعتبرت السرعة في الاتجاه الموجب وF في الاتجاه السالب. فيك تعمل العكس، يعني واحدة عكس الثانية. مثبتا قدميه على الأرض لمدة زمن التثبيت قبل أن تلمس قدماء اللاعب المهاجم الأرض. أعطيت الرمز واحد للمهاجم واثنين للظهير لتسهيل عملية التعامل مع الرموز. ما الدفع الذي ينقله اللاعب الظهير إلى اللاعب المهاجم؟ عندك أنت معادلة الدفع، الدفع اللي رمزه جي تساوي متوسط القوة في الزمن. متوسط القوة اللي عندك ياها سالب 900 نيوتن والزمن 75/100، بيطلع الدفع عندك سالب 675 كيلو جرام في متر لكل ثانية. هذا شو الدفع الذي ينقله اللاعب الظهير إلى اللاعب المهاجم؟ لأن هذه القوة مين بيقوم فيها؟ اللاعب الظهير. هذه بيقوم فيها اللاعب الظهير. الطلب بي ما أثر الدفع في مقدار تغير كمية حركة اللاعب المهاجم. هذه نظري، أنت بتعرف أن الدفع جي بيساوي التغير في كمية الحركة أو التغير في الزخم ويساوي لسالب 675 كيلو جرام في متر لكل ثانية. الطلب سي ما كمية حركة اللاعب المهاجم عندما تلمس قدماه الأرض. أنت بتعرف أن الدفع جي يساوي التغير في كمية الحركة أو التغير في الزخم، والتغير في كمية الحركة يساوي لكمية الحركة النهائية ناقص كمية الحركة الابتدائية. نحن بدنا كمية الحركة النهائية تساوي للدفع اللي هو جي زائد كمية الحركة الابتدائية. هذه ناجع عن ترتيب هذه المعادلة. جي هذا مقدارها، الدفع أو كمية الحركة الابتدائية تساوي كتلة المهاجم في سرعته الابتدائية. هذا للمهاجم، لأن سي عم يقول لك ما كمية حركة اللاعب المهاجم، فلذلك استخدمنا هذه. بالتعويض بتطلع عندك كمية حركة المهاجم النهائية سالب 135.5 كيلو جرام في متر لكل ثانية. لازم تراجع الحساب، ربما أنا غلطت في الحساب، فتأكد أنت منه بتكرار العملية الحسابية. الطلب دي إذا استمر اللاعب الظهير في بذل مقدار القوة نفسه بعد ملامسة قدمي اللاعب المهاجم للأرض
فهل ستظل هذه هي القوة الوحيدة المؤثرة في تغيير كمية حركة اللاعب المهاجم؟ فأنت بتعرف عندما بتلامس قدمي اللاعب المهاجم الأرض عندك احتكاك، إذن دالة لأن قدمي المهاجم قد لامست الأرض، سيكون هناك احتكاك بين أقدام المهاجم والظهير على الأرض. في رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.